نحن غيرنا وجوه القيادات القديمة بقيادات تحمل نفس أساليبها في الإدارة. نعم. فلم نغير الفكر ولكن غيرنا الوجوه. كيف يمكننا أن نصنع للمجتمع قيادات ونخب تلبي تطلعات شعوبها بعد عملية التغيير التي حصلت في ثورات الربيع العربي؟ خطأ كبير في اليمن حدث هو الحصانة لعلي عبد الله صالح. عند مشاهدتنا لما يجري على الأرض في ظل تواجد الميليشيا، هل سيتم أي اتفاق مستقبلا بين جميع الأطراف؟ اليمن ليس علي عبد الله صالح وليس الحوثي ولا معسكر الشرعية، في نهاية الأمر كلهم يذهبون، يبقى اليمن نفسه. مزيد من الأسئلة نطرحها على الأستاذ عبد الرحمن الجبوري، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الديمقراطي الأمريكي، في برنامج لقاء خاص.